السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة، واللهم لك الحمد والشكر، هذه نعمة كبيرة من الله. ولا ننسى ذكر الله ونقول ما شاء الله تبارك الله. هتكلم في نقطة جدا إن شاء الله تكون مهمة للأغلب وليس للبعض. هنتكلم عن النبات، كيف نبغى يطلع أوراق جديدة، كيف نبغى تكون أوراقه ضخمة. الموضوع جدا بإذن الله هيكون بسيط عندنا جدا جدا جدا. هذه النبتة سبحان الله اللي هي الأم لها مسؤوليات كثيرة. إحنا بنتكلم الآن عن النبات الزينة وليس النباتات المثمرة. نباتات مثمرة هنحط من ضمنها اللي هي النباتات اللي تعطينا ورود وأزهار جميلة، ولكن هذه نباتات الزينة، نباتات الضيف. طيب، هذه تعتبر النبتة أم، قلنا مسؤولة. مسؤولة عن إيش؟ مسؤولة عن هذه الأوراق اللي هي موجودة فيها، مسؤولة عن التخلص من الفضلات وانتو بكرامة، مسؤولة على تكوين الغذاء عشان تغذي هذه الأوراق الجميلة. طيب، حيطول هو الموضوع شرحه، ولكن احنا نركز الآن على نقطة اللي هي قلنا انه كيف نحصل على أوراق جديدة جميلة، أو كيف نضخم هذه الأوراق الجميلة اللي موجودة عندنا. الموضوع بإذن الله بسيط جدا جدا جدا. نجي نقرب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض. طيب، النقطة الأولى، نبغى هذه الأوراق القديمة تبعنا نبغاها تكبر أكثر وتصير ضخمة وتكبر النبتة معنا. فإيش بنسوي في هذه الحالة؟ نجي عند الأوراق الصغيرة اللي دوبها طالعة ونقصها. نحاول يا جماعة نستخدم مقص خاص فقط استخدمه للنبات، مو لازم يكون حق نبات، ولكن فقط استخدمه للنبات، لأنه هذه النباتات تصيبها فطريات وتصيبها بكتيريا لأنها كائن حي. على العموم نحاول نقصها بالمقص، ما نقتلعها اقتلاع عشان لا نتعب النبتة وتنكسر. طيب كده حصلنا، قصينا الأوراق الصغيرة، هنحصل على أوراق كبيرة تبدأ تطلع معانا النبات وتضخم أكثر. طيب، نبغى نحصل على أوراق صغيرة جديدة وما نبغى نضخم الأوراق هذه، ولا نبغى النبتة تصير ضخمة عندنا في البيت، نبغاها عجبتنا منظرها بهذا الطريق. نتخلص من الأوراق الكبيرة، نتخلص من الأوراق الكبيرة. إذا تخلصنا من الأوراق الكبيرة هتبدأ النبات هذا يطلع لنا أوراق جديدة صغيرة ويبدأ يقعد على حجمه ده الجميل. وبكده ما شاء الله تبارك الله حصلنا إن شاء الله على نبات صحي جميل يرضي شغفنا بهذا النبات. والله يعطيكم ألف عافية.